احنا طبعا النهارده احنا بقالنا فتره كتيره قوي ما يعني ما عملناش فيديوهات على قناه الحريم حصري، بس احنا النهارده هنتكلم عن حاجه انا اكتشفت مؤخرا انها بتخص الراجل والست الاثنين مع بعض، مش بس الستات الحقيقه. يا اخي انتوا عارفين طبعا ان انا لازم انا عايزك تحبك كده شويه. انتوا عارفين طبعا ان انا لازم يعني ده المكان المفضل ان انا بعمل فيه الجاكوزي والحاجات اللي تخص الستات، اوكي؟ زي ما انتم شايفين كده انا باخد يعني باخد شقه يعني دق جلسه جاكوزي يعني كامله. وعلى فكره الموضوع ده مهم جدا للرجاله برضه. تمام، مش حاجه شغاله الحقيقه لان الميه بتقطع، فانا كان لازم اصور فيديو بسرعه. ثانية واحدة. المية ساعة يا جماعة صحية جدا عشان كده التمرين. لا بس احنا علشان نعمل الحمام المغربي ده لازم الميه تبقى سخنه، هي بدات تسخن دلوقتي. انا دلوقتي هتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي ايه؟ ان البيريود يعني الدوره الشهريه للست. انا شفت كتاب او قريت او سمعت عن كتاب هقولكم عليه دلوقتي وعلى اسم اللي عامله. في هرمون التستوستيرون، هرمون التستوستيرون ده هرمون عند الراجل، يعني بنقول ايه؟ ان زي ما الست ليها دوره شهريه الراجل برضه ليه دوره شهريه، ليه بيريود. ده كتاب عمله كاتب اجنبي هفتكر لكم اسمه دم، مش فاكره هفتكر اسمه. الكتاب ده بيقول ان الراجل زي الست، هو الكتاب اسمه كده الدوره الشهريه للرجل، هي اسمها كده. الله اعلم المعلومات دي حقيقيه ولا لا، بس هو بيقول ان الراجل بيجي له دوره شهريه زي الست. تعالي هنا شويه عشان عايزه اقعد كده. كده انا باينه ان الراجل بيجيله دوره شهريه زي الست، بس ما بتبقاش زينا يعني ما بتبقاش زي الست بالظبط، يعني ان هو مثلا يستخدم اولوز والحاجات دي لا، ما فيش ما بيبقاش في حاجه. هي الدوره، والله انا قريت زيكم كده بالظبط. الدوره الشهريه دي يا جماعه للراجل زي ما انا يعني شفتها في كتاب يعني وقريتها وسمعت عنها، بتبقى يعني ايه اعراض. بيقول الراجل ده اسمه دم، مش فاكر اسمه، ده مش عارفه ايه اللي هو هرمون التستوستيرون للراجل، ان هو بيحس بالاعراض اللي الست بتحس بيها. انا مش مصدقه الكلام ده بصراحه، يعني سالت حد من قرايبي بيجي لكم الاعراض دي يعني رجاله؟ فقالوا لا ما بيجيلهاش الاعراض. ايوه وجع في الظهر اسفل الظهر زي الست بالظبط، والله الراجل مش كده، وجع اسفل الظهر وببقى متعصب ومتضايق انا لما كنت متجوزه كان جوزي ما بيتعصبش ولا بيتضايق غير لما انا بعمل حاجه، لكن يجي ايام معينه في الشهر يتعصب او يتضايق او ظهره يوجعه او مش عارف. الاعراض اللي بتجيلنا دي ساعه البيريود ما كانش بيحس بيها، فانا مش عارفه صحه الكلام ده ايه، صحه الكلام ده. بس ف ده كلام يعني علمي حقيقي فيه كتاب زي ما قلت لكم، هفتكر بس اسم الراجل وهقول لكم عليه، اسمه ديم مش عارفه ايه، هقول لكم اسمه عليه. يا جماعه انا افتكرت الاسم او شفته قلت اقول لكم. البروفيسور جاد دايموند عمل كتاب اسمه الدورة الشهرية للرجل. بيقول في الكتاب ده
ان الراجل زي هو اللي بيقول ان الراجل زيه زي الست بيجيله الدوره الشهريه بس باعراض مش زي ما بتجيلنا، بتجيله باعراض اللي هي زي ما قلت لكم العصبيه، النرفزه، الضيق، الظهر واسفل ظهري بيوجع، تقريبا نفس الاعراض اللي بتيجي للستات ساعه البيريود. على فكره انا عايزه اقول على حاجه، بس الناس اللي ممكن تتضايق من الكلام اللي انا بقوله، الكلام ده علمي، الكلام ما يكسبش. انا بقى بصور الكلام ده علمي يا جماعه، يعني موجود في كتب وموجود والناس بتتكلم فيه في البرامج. مش عايزاكم بس كل ما اجي اتكلم على حاجه تاخدوها بحساسيه زياده عن اللزوم، يمكن بتاخدوها بحساسيه عشان انا اللي بتكلم فيها، لكن ده كلام علمي وموجود في كتب. اللي عايز يتفرج يتفرج، اللي مش عايز يتفرج ما يدخلش يتفرج. مفيش داعي للشتيمه، يعني مفيش داعي ان انت تدخل وتشتم وتقول ايه قله الادب دي، هي بتعلم بناتنا ايه، هي ايه اللي بتقوله ده. الكلام ده انت ممكن تسمعه من اي حد، او انت كواحده ممكن تسمعيه في برنامج، ممكن تسمعيه بينك وبين صحباتك، ممكن مش انا، لا انا اول واحده ولا اخر واحده هتكلمه. الكلام ده علمي وموجود، والراجل جاب دايموند ده بروفيسور اجنبي وقال الكلام ده، عمل كتاب كده اسمه الدوره الشهريه للرجل، مش انا اللي عملته والله، هو اللي عمل الكتاب ده، بس هقوله بعد كده انا اللي عملته عندي. اسمه الدوره الشهريه للرجل، اللي هو بيتكلم فيه عن ان الراجل زي الست بيجيله دوره شهريه، بقول انا ما شفتش قدامه، زي يا رب بيجيله دوره شهريه بس بيجيله الاعراض. يا جماعه الصوت بيجيله الاعراض، ما بيجيلوش، لا بلاش اقلب التليفون قوي كده، بيجيله الاعراض، عايزين تثبت شويه، بيجيله الاعراض اللي انا قلت لكم عليها. لازم بقى ايه تبقى ايه الست تبقى ما تتخانقش معاه، ما تعصبهوش، تعمل له حاجات دافيه. حاجات دافيه والله، اعتبرنا بنهرج، اللي مش واخد على كلامي جامد اعتبرنا بنهرج. انا بجهز نفسي دلوقتي علشان هعمل حمام مغربي. انا قلت للستات ان انا كل فتره لازم تعملي حمام مغربي عشان تنشطي الدوره الدمويه لجسمك، وعشان تشيلي الجلد الزايد من جسمك، فلازم كل شويه تعملي. انا بجهز نفسي بس لسه الميه بتسخن عشان الميه كانت قطعه، فلسه بتسخن علشان نعمل الحمام المغربي. وزي ما انتم شايفين كده الواحد شكله يعني من غير ميك اب من غير حاجه يعني بالكزبره، يعني استنى اوريك وشي عشان تفتكروا ايه، بس ان انا بجهز نفسي عشان حمام المغرب. بس الناس مش بتبدأ كيف اللي عايزاكي تقعدي هنا زي ما انت كده، اقعدي هنا شويه، اقعدي بقى هي ماشي قربي عليا شويه كده بالكاميرا. بس يا جماعه فانا حبيت اتكلم عن موضوع الدوره الشهريه للرجل. هل الرجل بيجيله دوره شهريه زي الست اللي هي بيرد، ولا دي مجرد شائعات؟ بس فالناس طبعا هتدخل تشتم، طبعا في ناس هتدخل تشتم، وناس هتدخل تتريق، وناس هتدخل ممكن حد يعمل فيها بلاغات عادي. انا الشهر ده لسه ما تقدمش فيها بلاغات، تقدمه عادي. فانا بكلمكم عن البروفيسور اللي قال الكلام ده، مش انا اللي قلته على فكره. هرمون التستورين او التستورين، التستورين حاجه كده، هرمون ذكوري عند الرجل مختص بالبيريد وبالدوره الشهريه. بس
انا دلوقتي يعني هفهم طبعا الجلد ازاي بدأ يطلع مع ان الميه ساقعه مش سخنه لسه.